المزرعة يعني بديت الأشغال فيها في سنة 2008، وين تحصلت على الوثائق تاعي من طرف المصالح المعنية، وبشرت الاستثمار تاعي في 2009 2010، وين بديت يعني أولا بزراعة الناخيل، ثم بديت يعني نستثمر في الحبوب، وين بديت تحصلت على محور الرش كما هذا، وبديت يعني في إنتاج الحبوب في سنة 2013. يعني بديت بهذاك الوقت ب 30 هكتار، ومن بعد كل سنة يعني ندير توسعة، واليوم راني في 150 هكتار بإنتاج حبوب. يعني ندير موسمين، موسم إنتاج حبوب القمح الصلب، وموسم صيفي إنتاج الذرة العلفية. الإنتاج تاع المزرعة حاليا حوالي 6000 قنطار في الموسم، يعني بمردود لحقنا هنا المردود في الهكتار الواحد حتى 75 قنطار في الهكتار. هي فلاحة الصحراوية يعني عندها صعوبات، ما يقولش واحد يعني راه أمور سهلة ولا. هي أولا كاين العوامل الطبيعية، الرياح والحرارة، يعني الحرارة مرتفعة يعني في موسم الصيف يعني تلحق حتى 48 حتى 50 درجة، وعندنا العوامل كما الطرقات، يعني الطرقات صعبة، يعني المسالك الفلاحية ناقصة بزاف. أنا مثلا هنا عندي 20 كيلومتر حتى يعني الطريق المعبد، كاين 20 كيلومتر بيست يعني صعبة الاكسيسيبيليتي تاعنا، نلقاو صعوبات باش ندخلوا ديزانترون تاعنا يعني المواد يعني الأولية. الاستثمار في الصحراء قبل في البداية لازم تكون دراسة، أولا تطلب دراسة دقيقة للمحيط، يعني واحد كي يروح يستثمر في المحيط قبل ما ينطلق في الأشغال لازم يكون دراسة، أولا دراسة التربة ودراسة يعني المياه، لأن ما تقدرش تستثمر في الصحراء بدون مياه، يعني الكمية تاع المياه إذا كانت تكفيك باش تستثمر ولا لا. الفكرة يعني كيفاش بديت هنا الاستثمار، يعني أنك تخرجت كمهندس فلاحي في معهد الوطني للعلوم الفلاحية، وكي كنت يعني في الدراسة كنا يعني نديرو دي سورتي بيداغوجيك للصحراء، درنا يعني خدمنا مثلا مزرعة نموذجية تاع قاسي طويل اللي خدموها لي زاميريكا، وشفت في أضرار، كاين مزارع ثاني في أضرار، وهنا في المنيعة كما المستثمر حجاج عينت هذا المكان هذا المحيط، وعجبتني يعني من ناحيه قرب يعني المدينه، ومن ناحيه وفره المياه، ومن ناحيه نوعيه التربه، يعني قررت باش ندير استثمار هنا ونخوض التجربه هذه، والحمد لله تحصلت على لاريتي تاعي باش فيها 50 هكتار في الاول. قمت بالحفر الابار على البئر الاول في 2008، وأول ما بديت يعني بديت غرست النخيل. اللي راح للصحراء ما داش النخيل، ولا عنده مزرعة في الصحراء ما عندوش النخيل، كل اللي ما عنده والو يعني. أو إما أول حاجة يعني بديت في غراسة النخيل في 2010، يعني وقمت بغراسة 5 هكتارات نخيل، يعني دوكا راهي في نخيل منتجة. ديزا ذا نيوز تتمنى لكم رمضان كريم.